المشاركة ديالنا في البطولة العالمية للحساب الذهني يعني كانت فعلا في الأول حلم، كان يعني فقط الأمر كيدور بين الأطفال وبين الوليدات، يعني نظرا للظروف المادية كنا فعلا في واحد الوقت يعني قررنا أننا ما نمشيوش ما نشاركوش في البطولة، بقى الأمر كأنه حلم نظرا لعدم استجابة ديال باقي الأطراف. الإشكال هو أن قمنا بأكثر من 30 مراسلة لجميع الأطراف وجميع المتدخلين، ما كانش استجابة قطعا. هذا الأمر هذا اللي جاء شوية حبط العزائم، لكن مع ذلك جاء واحد الوقت وحنا ناخذوا قرار نهائي بأننا فعلا خصنا نشاركوا رغم أي شيء. فعلا تسلفنا وقلنا بأن إذا كان هذا المشكل المادي فإنه ما عادش يغلب علينا وما عادش ما يمكنش انه يكون حاجز امام مشاركه ديال الاطفال. حلم ديالهم هو المشاركه، اطفال اللي شاركوا في بطولات اقليميه وجهويه ووطنيه وربحوها، وبالتالي ماشي اطفال عاديين، اطفال عندهم مسار في الحساب الذهني اللي هو شيء جد مشرف، ويعني مثلوا المدينه ديال الصويره، لما لا نمثلوا المغرب في بطوله عالميه؟ تماما في وسط 31 دوله، وكانت مشاركة يعني فعلا كانت مشرفة، لأن الوداد ديالنا في المطار كانوا كيتدربوا، في لوطيل كانوا كيتدربوا، حصلنا على المرتبة الأولى في المستوى الأول، المرتبة الأولى والثانية في المستوى الرابع، أربع مراتب جد متقدمة، يعني حصول على كؤوس ذهبية، وبالتالي هذا يعني أننا حصلنا على مراتب أربعة وخمسة وستة، اللي صراحة احنا اليوم جد سعداء بهذا الفوز اللي هو كان هديه طبعا المغاربة جميعا. طموحنا التنمية وما هو الأمية تفوح عليا يا زغريبية. أجي شي صورة أجي شي زغريبية. البطلة مالك بالعربي أصغر متدربة عندنا وأصغر بطلة في اللي شاركت في البطولة، حطمت الرقم القياسي بعدد 160 عملية في 7 دقائق، بينما كان السنة الماضية 137 في 8 دقائق، يعني هذا شرف كبير للمغاربة، وتنهديو هذا الفوز لجلالة الملك محمد السادس وللشعب المغربي. كانش انا في خباري تا واحد النهار صيفط لي الاستاذ دعوه، تفاجات ما كنتش مصدقه بان نشارك في بطولات العالم، كنت نحس بها تكون ممتعه ومشوقه، ما حسيتش بالخوف، ما فكرت في حتى حاجه، بديت تنشوف الورقه توصلت للرقم القياسي 160 في 7 دقائق. حنا كانت عندنا ثقه في دوك الوليدات بانهم غادي يربحوا، ربما المسؤولين والسلطات ما عندهمش ديك الثقه اللي عندنا حنا في وليداتنا عرفنا انهم غادي يربحوا، حيت ديجا ربحوا في ملتقيات وطنيه وجهويه، ودابا الحمد لله جاب الله تيسير في هذه البطوله بتركيا. اي واحد فاش يدي شي ميداي وتيتوج راه الاسره ديالو باكملها تتحس بالنشوه والفرح وواحد السعاده، وتتلقى اتصالات دابا في صوره كاين اتصالات ينؤوني بالانجاز تاع الابن ديالي، يعني واحد الشعور لا يوصف، واحد الشعور رائع. وتلتمنى من المسؤولين يواكبوا هاد الاطفال ويدعموهم ويثقوا فيهم ويمشوا معاهم بعيد، راه كاين تبارك الله عندهم يقولوا، هاد الاطفال عندهم يقولوا. نرشد الدنيا اننا نحيا بشعار الله الوطن الملك. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.